يسعد صباحكم عن جديد متابعينا وما كنتوا عم بتتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بطقس العرب مباشرة على برنامج جوك. طبعا هالبرنامج اللي بطل عليكم مثل ما حكينا على الساعة 7:30 الصبح من الأحد للخميس. طبعا بفصل الشتاء بتزيد عنا فواتير الكهرباء، بنصير مش عارفين شو الاستخدام الصح لوسائل التدفئة، بنلاقي يعني كل آخر شهر أو كل آخر شهرين فاتورة الكهرباء كتير كبيرة، ومعنا طبعا إحنا يعني مش الكل في عنده وعي للاستخدام الصحيح لوسائل التدفئة. اليوم معنا السيد سعيد الدجاني مدير طبعا العمليات في ليدرز سنتر، رح يعرفنا أكثر عن وسائل ويعني أو الترشيد الصحيح لاستهلاك وسائل التدفئة في فصل الشتاء. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أول شيء صباح الوطن الجميل من محطة لها ثقلها على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي. شكرا. بنصبي على إخواننا المشاهدين. يسعد صباحك. بنصبي على هالكادر المميز في طقس العرب اللي بنعتز فيكم جميعا. شكرا. أول شيء أنا بشكركم على الاستضافة الحلوة. نورتنا. الله يرضى عليك. فإحنا بدنا نحكي عن موضوع الترشيد. موضوع الترشيد هو موضوع بتهيأ اللي بهم كل مواطن وكل شرائح المجتمع. هلأ إحنا في مرحلة شوي صارت الأعباء عم بتزيد، فلازم يكون وعي. الوعي في اختيار القطع، الوعي في يعني الوعي المنزلي أنا بعتبره الأساس. إذا بدي أطلع لبرا لازم يكون ابنه وبنته واعيين لهالحكي هذا، لانه هذا بينتقل معهم بالمدرسه في اي مكان بتنقل منه. حتى الجانب المشترك ما بين المواطن والشركات اللي عم بتبيع الاجهزه الكهربائيه لازم يكون في مصادر مميزه، لانه كثير من الجهات عم بتدور على الجانب الاستهلاكي في اي قطعه، بالثلاجه، بالغساله، بالفرن، بالابلينسز بشكل عام. فانا بدعي كل الاخوان المواطنين في اختيارهم لهالقطع هاي يختاروا مصدر ثقه للوكيل، ما يختاروا اي براند. في جهات كثير عم بتسوق في السوق، مع احترامي لكل الجهات، بالاونلاين خلينا نحكي اللي هو هذا صار وسيله معتمده للكل. في جهات بتسوق لك صوبة مثلا وبتغريكي بمواصفات معينة، بس أنا بدعي الناس إنهم يختاروا الجهة المناسبة، وكيل بالقطعة المناسبة لإلهم. نعم. يعني احكي لنا أكثر عن حالك وعن ليدرز سنتر. هي أكيد غنية عن التعريف، بس إحنا بنحب عشان المشاهدين يعرفوا أكثر. إحنا إذا بدنا نحكي بليدرز، إحنا إحدى شركات حيدر مراد. إحنا صرنا 50 سنة بالسوق. ما شاء الله. ليدرز الحمد لله هلا بالسنة العاشرة، بلشنا بفرع وهلا بست فروع. الجانب اللي تفضلت فيه موضوع الاستهلاك، احنا بلشنا فيه من فترة طويلة من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس باختيار القطع المناسبة لأي زبون. يعني إذا بتطلع على فروعنا هلا، في كان في الفترة الماضية بمعظم الشركات تلاقي بعض القطع مش خاضعة للمواصفات والمقاييس، وهي كانت فرض علينا بالمال. بس هلا احنا من سنتين وجاي ركزنا على الجانب الاستهلاكي في موضوع الثلاجة، بالغسالة، لانه انا بهمني المواطن او الزبون لإلي انه ياخذ قطعه مناسبه له في ترشيد الكهرباء، لانه هذا الترشيد بنعكس على 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 اقتصاد وطني يعني في النهايه. ومعدل استهلاك الاعباء بدايه الحديث حكيناها عم بتزيد كثير، فاحنا لازم يكون احنا في النهايه مستهلكين. انا مواطن، انا لما اختار شغله لازم اختارها من مكان مميز، وفي شركات كبيرة في السوق تحترم وتقدر وبتقدم اللي تفضلت فيه. طب هو احنا يعني المستهلك بشكل عام بده اشي يوفر عليه، يعني لو راح مثلا على الشركة معروفة محترمة وكل شيء تمام، ويعني والأدوات اللي بتقتنيها وبتبيعها نعم. بتكون طبعا هي معروفة أكيد. يعني ايش ممكن وسائل يعني توفير، خاصة مع الأوضاع الواحد يعني كمان شتاء كتير برد السنة وهيك، يعني الواحد كيف ممكن انه يعني يختار الأدوات للتدفئة طبعا تكون اقتصادية وجيدة؟ هلا إذا بدنا نطلع بشكل عام، في نسبة كبيرة من القطع الموجودة بالسوق كلها انفرتر، وهذه كلها موفرة للطاقة. هلا موضوع الترشيد لازم يعني هلا تشغيل مكيف، في ناس تاخذ انفرتر مزبوط بتشغلها مكيف ساعتين مثلا ممكن، وبعد ساعتين تطفي وترجع. لا، لازم تكون في مدة طويلة للتشغيل، عشان عملية الترشيد في الاستهلاك هي عطولة الأمد اللي تاخد الوضع الطبيعي في أي مكان. يعني إذا إحنا شغلنا التدفئة لفترة أطول
يسلم تمك، لانه بتاخذ بروده او دفى في المكان بتعطيه وبصير يعني عمليه عكسيه. نعم. على مستوى الكمبريسر. بالاضافه اذا بدي اختار غسالة الواحد، هلا في الاي تريبل بلس، هلا اي شخص ممكن يحط موديل الثلاجه او الغساله اللي بده يختارها وياخذ مواصفاتها قبل ما يصل اي جهه بده يشتريها. نعم. يعني بده سامسونج، بده شارب، بده بيفتح على صفحة شارب. نعم. بياخذ المواصفات المناسبة له. نعم. طب ايش نصائحك انت لتوفير الاستخدام؟ يعني شو بتنصح المواطنين؟ الوعي. وعي. الوعي اهم شيء، الوعي. انا اذا بدي استخدم، قبل ما استخدم اي قطعة لازم اعرف شو مواصفاتها وآلية التشغيل يعني ما في اي قطعة في البيت الا في مواصفات خاصة. نعم. لازم يعني ست البيت حتى الاطفال إذا ما كان عندهم الوعي بالاستعمال. نعم. راح ينعكس على يعني رب البيت أو رب البيت مش عند الولد أو البنت. نعم. فلازم يكون في وعي من البداية. مزبوط. نعم. طيب بنحكي أكثر عن الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بفصل الشتاء. يعني مزبوط كلياته بيرتكز على كلمة وعي، ولكن نعم. بنسوا الناس أيام ممكن مثلا يتركوا، احنا كلنا بنعرف أنه مش لازم نتركها مضوية، الصوبات مثلا صوبة الكهرباء تحديدا، فاحكي لنا أكثر عن الموضوع. أنا شوفي، أنا موضوع السلام العام يعني في عنا جهات رسمية زي الدفاع المدني بتغطي هذا المجال في 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 برامج خاصة لها. يعني السلام العام مطلوب، يعني على موضوع الكاز خلينا نحكي الكاز، إذا في مكان مغلق أو صوبة قديمة استعمالها كان يعني خلينا نحكي بمستوى أقل من الوعي راح تنعكس سلبي حتى الغاز. صح. هلأ في صوبات كهرباء فيها كربونات، هاي آمنة وقليلة استهلاك الكهرباء. مؤثرة. طبعا موجودة بالسوق، بس أنا موضوع الكاز والغاز لازم يكون في وعي عند الأهالي باستخدامها. ما يعني أكثر من 6-7 ساعات لازم في لازم تتول غرفة أو المكان اللي هم فيه وغرف مسكرة. أنا لا أنصح بأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات، تجنباً لحالات الاختناق لا سمح الله والحرائق، خاصة إذا كان في أطفال. الكبار ما بتحملوها، فالأطفال بيكونوا عرضة أكثر للمشاكل. طيب إحنا بدنا نعرف أكثر، أنتم بليدرز سنتر بتوفروا، يعني نسأل سؤال، هم طبعاً ليدرز سنتر هم شركاء طقس العرب، إحنا بدنا نحكي أنتم عندكم الأدوات اللي بتوفر، خلينا نحكي مثلاً للأشخاص القادرين والأشخاص غير القادرين على الدفع، يعني أنتم عندكم. احنا شوفي، احنا اول شيء على مستوى الشركه احنا داعمين للحكي هذا، ووقعنا اتفاقيه مع صندوق المراه. حلو. صندوق المراه اتفاقيتنا معهم ببيع الاجهزه الموفره للطاقه والامنه وصديقه للبيئه. حلو. هذا الحكي من بدايه من نهايه السنه الماضيه، وهي بنحاكي فيها شرائح خلينا نحكي الستات اكثر، اللي هو صندوق مراه هو داعم للمراه. حلو. لانه الست البيت هي أكثر شخص غريب للأطفال في البيت وكذا، فإحنا عملنا برامج مشتركة معهم وشاركنا في بعض المحافظات توعوية في موضوع البيئة وترشيد الاستهلاك. حلو إنها كمان صديقة للبيئة. يس، ما بيبيعوا إلا إشي إحنا وكالة اتفقتنا حصرية الحمد لله. طب الحمد لله، لأنه معظم الأجهزة الموجودة بليدرز صديقة للبيئة، وإحنا لسه عم نمشي فيها وماشي فيها إن شاء الله من نجاح نجاح. الله يخليك. إيش بتشوف أكثر وسيلة استهلاك بشتاء؟ خلينا نحكي المجتمع الأردني. هلا التدفئة. التدفئة المركزية. لا التدفئة بشكل عام، وسائل التدفئة بشكل عام. إيش هي أكثر صوبة الكهرباء؟ هلا في توجه كبير صار في المكيفات. نعم. يعني نسبة كبيرة من يعني معدل الاستهلاك اللي عندنا صار والبيع السنة الماضية كان المكيفات أخذت حصة كبيرة لا أقل عن 60-70%. يعني هلا 60% 70% من سكان العاصمة عمان مكيف صار وسيلة آمنة ومقتنعة في البيت، يعني معظم البيوت. طبعا انتم موجودين طبعا افرع مش بس بالعاصمة عمان، موجودين ايضا بافرع بمحافظات اخرى. احنا الفروع الخمسة بعمان زائد اللي هو اللي صار عصب رئيسي الاونلاين، عندنا قسم عم بتطور بطريقة سريعة وحلوة. عليه. احنا برضو كليدرز مشتركين محافظات المملكة، احنا كل سنة نعمل لا يقل عن 20 معرض بمحافظات المملكة، بروح على الكرك، بروح على الطفيلة لمدة اسبوع 10 ايام، نعمل معرض متكامل لليدرز. حلو. بالاتفاق مع جهات رسمية وبنغطي معظم الشرائح الموجودة هناك.
يعني انتم في عندكم كمان توصيل لمحافظات الاخرى في بنوصل. طبعا طبعا موجود بكل محافظات المملكه باطينا. حابب تعطي نصيحه اخيره للمشاهدين؟ خليكم مع طقس العرب، جهه مصدر ثقه انا بعتبرها، وبتمنى التوفيق لجميع العاملين في القناه المميزه. وبالنسبه لوسائل التدفئه حابب تعطي نصيحه ايضا للوعي اكثر؟ ركزوا على الاطفال في 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 حمايتهم في البيت، لانه هلا في كثير من الناس عم بيتركوا اولادهم وبيطلعوا، لانه هلا التعليم عن بعد كان له تاثير كبير على الناس وعلى العائلات، فصفت الاولاد في البيوت والاهالي مضطره تطلع، فخلي الوعي موجود باستمرار. اكيد نعم. يعني استاذ سعيد دجان الحكي معك ما بيخلص اكيد خليكي. وان شاء الله بنبقى نستضيفك يعني اكثر واكثر في شرف المرات القادمه. وجودك كان شرف لنا، شرف لايدي. سعد صباحك كمان مره، شكرا لك على النصائح. يخليك يا رب. متابعينا خليكم معنا بعد الفاصل، عندنا فقره مميزه اخرى مع الاخصائيه دانيا شنك بعد الفاصل.